في الآية 51 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأعراف قال رب اغفر لي ولأخي، في سياق قصة موسى وهارون. إذا ما رجعنا إلى الآية السابقة، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا في عبادتهم للعجل، لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، أذهب إلى الآية التي ترتبط بحديثنا في هذه الحلقة، هي 51 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأعراف. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. هناك راحمون عظام بحيث أن النبي موسى وهو من أولي العزم وفي مقام مناجاة ودعاء يقارن بين الله وبين أولئك الراحمين، هم راحمون على درجة عالية يتصفون بهذه الصفة بحيث أن الله يقارن بهم. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. مقام مناجاة ومقام دعاء في وقت خطير جدا، نحن نتحدث عن ارتداد أمة، عن ارتداد بني إسرائيل حينما عبدوا العجل في هذه الأجواء، وموسى يتكلم بهذه الكلمات ويقارن بين الله وبين مجموعة الراحمين، ومن أن الله هو أرحمهم. لماذا هو أرحمهم؟ لأنه هو الذي خلقهم وهو الذي منحهم صفة الرحمة هذه التي تتجلى فيهم. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. فهناك الخالقون العظام، الله أحسن الخالقين، وهناك الرازقون العظام، والله خير الرازقين، وهؤلاء هم الراحمون العظام الذين جاء وصفهم بالعالين. هم العالون أيضا، لا أجد في الحقيقة وقتا كي أتابع كل التفاصيل معكم، ولكن جاء وصفهم بالعالين أيضا. حينما نذهب إلى سورة صاد وإلى الآية 73 بعد البسملة وما بعدها، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. سجدوا لمن؟ لآدم. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين الذين لا يسجدون لآدم بل الكل يسجدون لهم؟ أم كنت من العالين؟ من هم هؤلاء العالون؟ أحاديثهم بينت، العالون كما قال رسول الله في
في حديث أبي سعيد الخدري: محمد وعلي وفاطمة وحسن وحسين، هؤلاء هم العالون. قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ الملائكة كلهم سجدوا بكل أصنافهم. فسجد الملائكة. الكلمة هذه جمع تكسير معرف بالألف واللام، يعني كل الملائكة. ومع ذلك فإن الله ماذا قال؟ قال: كلهم. فسجد الملائكة كلهم، ثم ماذا قال؟ أجمعون. فكل قطان الملأ الأعلى سجدوا، لكن هناك من لم يسجد. من هم العالون؟ العالون هؤلاء هم الراحمون، هم الخالقون، هم الرازقون، الذين يقارن الله نفسه بهم، هم من خلقه، لكن لعلو شأنهم فإن الله يقارن نفسه بهم. أنا أقرأ من القرآن، أنا لا أقرأ روايات تستطيعون أن تلقوا بقذارات مراجعكم عليها، أنا أقرأ من القرآن. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ كل سكان الملأ الأعلى سجدوا، استكبرت أم كنت من العالين؟ إبليس يعرف من أنه ليس من العالين، كان مستكبرا. الآية التي قبلها بين الله سبحانه وتعالى فقال: إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. لكن لماذا جاء الحديث بهذه الصيغة: استكبرت أم كنت من العالين؟ الله يريد أن يبين لنا بأن العالين لا يسجدون لأحد، سجودهم لله فقط، والكل يسجد لهم، وذل كل شيء لكم، هؤلاء هم العالون، إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. هكذا تتحدث الزيارة الجامعة الكبيرة عنهم، هؤلاء هم الخالقون، الذين قال الله عن نفسه حين قارن نفسه بهم من أنه أحسن الخالقين، وهم الرازقون، فقال الله عن نفسه من أنه خير الرازقين. هؤلاء هم العالون، هؤلاء هم الخالقون، هؤلاء هم الرازقون، وهؤلاء هم الراحمون الذين جاء ذكرهم هنا على لسان موسى: وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. والأمر هو في سورة يوسف في الآية 64 بعد البسملة، في قصة أولاد يعقوب حينما رجعوا من مصر وطلبوا من أبيهم أن يأخذوا معهم بنيامين، قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وهو أرحم الراحمين، الصيغة هي الصيغة التي مرت علينا في الآية المتقدمة من سورة الأعراف: وهو أرحم الراحمين. ومن سورة يوسف إلى سورة المؤمنون وإلى الآية 109 من سورة المؤمنون،
إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. مر علينا في سورة الأعراف في الآية 51 بعد 100 بعد البسملة الوصف أرحم الراحمين، ومر علينا الوصف نفسه أرحم الراحمين في الآية 64 بعد البسملة من سورة يوسف، وها هو الوصف يأتينا في الآية 9 بعد 100 بعد البسملة من سورة المؤمنون وأنت خير الراحمين. لا أريد أن أقف على تفاصيل الآيات لضيق الوقت. في الآية 8 بعد 10 بعد 100 بعد البسملة من نفس السورة من سورة المؤمنون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فالوصف جاء في الآية 9 بعد 100 بعد البسملة، وجاء في الآية 8 بعد 10 بعد 100 بعد البسملة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فهناك راحمون، راحمون عظام، مرة سبحانه وتعالى يقارن نفسه بهم ويصف نفسه من أنه أرحم الراحمين، ومرة أخرى يقارن نفسه بهم ويصف نفسه بأنه خير الراحمين. نذهب إلى فاصل. يا من لا يعلم الغيب إلا هو، يا من لا يصرف السوء إلا هو، يا من لا يخلق الخلق إلا هو، يا من لا يغفر الذنب إلا هو، يا من لا يتم النعمة إلا هو، يا من لا يقلب القلوب إلا هو، يا من لا يدبر الأمر إلا هو، يا من لا ينزل الغيث إلا هو، يا من لا يبسط الرزق إلا هو، يا من لا يحيي الموتى إلا هو. سبحانك يا معين الضعفاء، يا صاحب الغرباء، يا ناصر الأولياء، يا قاهر الأعداء، يا رافع السماء، يا أنيس الأصفياء، يا حبيب الأتقياء، يا كنز الفقراء، يا إله الأغنياء، يا أكرم الكرماء. سبحانك يا الغافي، يا كافيا من كل شيء، يا قائما على كل شيء، يا من لا يشبهه شيء، يا من لا يزيد في ملكه شيء، يا من لا يخفى عليه شيء، يا من لا ينقص
ينقص من خزائنه شيء، يا من ليس كمثله شيء، يا من لا يعزب عن علمه شيء، يا من هو خبير بكل شيء، يا من وسعت رحمته كل شيء. سبحانك يا لا إله إلا في الآية 55 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأعراف، الآية التي تتحدث عن اختيار موسى ل70 رجلا من قومه، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. في آخر الآية: فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فهناك غافرون عظام يغفرون للخلق، الله قارن نفسه بهم فهو خير الغافرين. إذن هناك خالقون والله أحسن الخالقين، هناك رازقون والله خير الرازقين، هناك راحمون والله أرحم الراحمين وهو خير الراحمين أيضا، وهناك غافرون والله خير الغافرين. هؤلاء هم الخالقون، هم الرازقون، هم الراحمون وهم الغافرون. الآية 55 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأعراف. والآية 50 بعد 100 بعد البسملة من سورة آل عمران: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. هناك ناصرون عظام، والله قارن نفسه بهم ووصف نفسه بأنه خير الناصرين. إنها الآية 50 بعد 100 بعد البسملة من سورة آل عمران: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فهل أن الله يقارن نفسه بكائنات لا وجود لها، أم أنه يقارن نفسه بناصرين ينصرون الضلال والباطل، أم أنه يقارن نفسه بناصرين ينصرون الحق لكن قدرتهم محدودة كقدرتي وقدرتكم؟ هؤلاء هم الذين نخاطبهم في دعاء الفرج: يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، انصرانا فإنكما ناصران، واكفيانا فإنكما كافيان. هؤلاء هم الذين يمتلكون القدرة العالية والهائلة، بحيث أن الله سبحانه وتعالى يقارن نفسه بهم، هم من خلقه وهو الذي أعطاهم ما أعطاهم وتفضل عليهم، ولكن لعلو شأنهم ولقربهم من عنده فإنه يقارن نفسه بهم لأجل أن يبين لنا فضلهم، لا لأجل أن يبين فضله. فهو غني عن أن يقارن نفسه بهم. هذه المضامين ترشدنا إلى هذه الحقيقة، ترشدنا إلى علو منزلتهم، إلى الحد الذي أن الله سبحانه وتعالى يقارن فيما بين نفسه وبينهم. الآية 50 بعد 100 بعد البسملة من سورة آل عمران: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فهناك ناصرون
على درجة عالية عظيمة، إنهم محمد وآل محمد ومن غيرهم. ومن سورة آل عمران إلى سورة الأعراف وإلى الآية التاسعة والثمانين بعد البسملة، في آخر الآية: ربنا افتح بيننا وبين قومنا. هذا السياق في سياق قصة شعيب النبي وقوم مدين، فهذا هو دعاء شعيب النبي: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هناك فاتحون عظام، والله سبحانه وتعالى هو خير الفاتحين، ونبيه هنا يذكره بهذا الوصف لأن الله يحب أن يذكر بهذا الوصف. لماذا؟ هل يريد أن يميز نفسه عن خلقه؟ إنما يريد أن يشير إلى عظمة هؤلاء الفاتحين الذين يقارن الله نفسه بهم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إذن هم خالقون، رازقون، راحمون، غافرون، ناصرون، فاتحون. والآيات تستمر. إذا ما ذهبنا إلى سورة الأنعام وإلى الآية 57 بعد البسملة، لا أريد أن أشير إلى سياق الآيات المتقدمة طلبا للاختصار. الآية 57 بعد البسملة من سورة الأنعام في آخرها: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. فهناك فاصلون للحق، ولكن فاصلون عظام. هؤلاء يملكون قوة الفصل في عالم التكوين وعالم التشريع. قد أمتلك أنا أو قد تمتلكون حجة في القول، فيكون قولنا فيصلا في أمر من الأمور، في أمر ديني، في أمر مجتمعي. لكن هل هذا الفصل وهل هذا الفاصل أنا أو غيري سبحانه وتعالى يقارن نفسه به؟ إنهم الفاصلون الذين يملكون الفصل في التكوين كله وفي التشريع كله. إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم تكوينا وتشريعا وفي كل ما يتمكن العقل من إدراكه. الله خير الفاصلين. هؤلاء هم الذين يقارن الله نفسه بهم. هؤلاء فاصلون عظام. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. ومن سورة الأنعام إلى سورة المؤمنون وإلى الآية 29
بعد البسملة من سورة المؤمنون، وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. هناك منزلون عظام، المنازل والمراتب والأحوال والهيئات والشؤون كلها بأيديهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى هو خير المنزلين. وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ومن سورة المؤمنون إلى سورة آل عمران، في الآية 54 بعد البسملة، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. الماكرون العظام، الله يقارن نفسه بأولئك الماكرين العظام. المكر الإلهي هو حسن التخطيط، المكر الإلهي هو العدل الإلهي، حسن التخطيط بحكمة العدل الإلهي، كما نقرأ في بدايات دعاء أبي حمزة الثمالي المروي عن إمامنا السجاد: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك. هذا هو التخطيط الحكيم وفقا لموازين العدالة الإلهية، هذا هو المكر الإلهي. فهؤلاء الماكرون العظام الذين يقارن الله نفسه بهم ويصف نفسه بأنه خير الماكرين، هو لا يتحدث عن كائنات معدومة ولا يتحدث عن ماكر كإبليس أو عن ماكرين كبني البشر من المحتالين والأفاقين، خصوصا الاحتيال والمكر في المؤسسات الدينية في العالم على اختلاف الديانات، ومن أقبحها مؤسستنا الدينية الشيعية في النجف، مؤسسة الاحتيال والخداع والسرقة، يخدعون الشيعة منذ سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا يضحكون عليهم. فهل أن الله سبحانه وتعالى يقارن نفسه بهؤلاء الماكرين الخداعين الكذابين؟ هذا الكلام ليس منطقيا. إنهم ماكرون عظام الذين بيدهم التخطيط الحكيم وفقا للعدالة الإلهية، إن كان ذلك في عالم التكوين أو كان ذلك في عالم التشريع، إن كان ذلك في عالم الدنيا أو ما بعدها أو في عالم الآخرة. الآية 54 بعد البسملة من آل عمران: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هؤلاء الماكرون أخيار، أما الذين مكروا فأولئك هم أهل الباطل. ومكروا، وهو الجماعة يعود على أهل الباطل، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. الماكرون هؤلاء هم الأخيار، هم الماكرون العظام الذين يقارن الله نفسه بهم. ومن سورة آل عمران إلى سورة الأنفال، إلى الآية 30 بعد البسملة من سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا. هذا مكر مذموم، إنه مكر الكفار. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون
هؤلاء الماكرون السيئون ويمكر الله، ومكر الله هو التخطيط الحكيم وفقا للعدالة الإلهية. ويمكر الله والله خير الماكرين، هؤلاء هم الماكرون العظام، فهؤلاء هم الخالقون وهم الرازقون وهم الراحمون وهم الغافرون وهم الناصرون وهم الفاتحون وهم الفاصلون وهم المنزلون وهم الماكرون بالمعنى الذي بينته قبل قليل. وأذهب إلى سورة الأعراف وإلى الآية 87 بعد البسملة. في آخر الآية: حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، هؤلاء حاكمون، حاكمون على التكوين وعلى التشريع. وذل كل شيء لكم والله هو خير الحاكمين، لأنه هو الذي حكمهم على الوجود، حكمهم على التكوين وعلى التشريع. وهو خير الحاكمين، هذه الآية 87 بعد البسملة من سورة الأعراف. ومن سورة يونس في الآية 9 من سورة يونس، وهي 100 بعد البسملة: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ومن سورة يونس إلى سورة يوسف وإلى الآية 80 بعد البسملة من سورة يوسف، في ما دار من كلام بين أبناء يعقوب بعد أن جاءوا ببنيامين إلى مصر، وكان الذي كان، فما قاله أحدهم: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. القضية التي أخذ فيها يوسف النبي أخاه بنيامين: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. والقرآن قرر هذا المنطق الذي نطق به أحد أولاد يعقوب، ومر هذا الوصف علينا فيما تلوته عليكم من آيات قبل قليل. فهؤلاء حاكمون عظام سبحانه وتعالى يقارن نفسه بهم، ثم يقول عن نفسه بأنه خير الحاكمين. نذهب إلى فاصل. يا حيا قبل كل حي، يا حيا بعد كل حي، يا حي الذي ليس كمثله حي، يا حي الذي لا يشاركه حي، يا حي الذي لا يحتاج إلى حي، يا حي الذي يميت كل حي، يا حي الذي يرزق كل حي، يا حيا لم يرزق
الحياة من حي، يا حي الذي يحيي الموتى، يا حي يا قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، سبحانك يا يا من له ذكر لا ينسى، يا من له نور لا يطفى، يا من له نعم لا تعد، يا من له ملك لا يزول، يا من له ثناء لا يحصى، يا من له جلال لا يكيف، يا من له كمال لا يدرك، يا من له قضاء لا يرد، يا من له صفات لا تبدل، يا من له نعوت لا تغير، سبحانك يا الله الغاز. مر علينا في الكتاب الكريم أحسن الخالقين، خير الرازقين، أرحم الراحمين، خير الراحمين، خير الغافرين، خير الناصرين، خير الفاتحين، خير الفاصلين، خير المنزلين، خير الماكرين، خير الحاكمين. كل هذا مر علينا في آيات الكتاب الكريم في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة. سبحانه وتعالى يقارن نفسه بهؤلاء العظام الذين وصفهم بالخالقين وبالرازقين وبالراحمين وبالغافرين وبسائر الأوصاف التي تلوتها عليكم. أعتقد أن القضية واضحة، فإنه سبحانه وتعالى لا يقارن نفسه بكائنات لا وجود لها، ولا يقارن نفسه بكائنات سيئة يمكن أن توصف بهذا الوصف في نظر الناس أو في نظر غيرهم، ولا يقارن نفسه بكائنات قد توصف بهذا الوصف وهي ممدوحة جميلة لكن حسنها وجمالها في درجة متواضعة. فهل يصح أن الله سبحانه وتعالى يقارن نفسه بمثل هذه الكائنات؟ لابد أنه يقارن نفسه بحقائق على مراتب عالية، بخالقين عظام، برازقين عظام. هو الأحسن، هو الأخير، هو خير الرازقين، هو أحسن الخالقين، لأنه هو الذي خلقهم وهو الذي منحهم القدرة التي يتمتعون بها. هذا كله قرآن، هذا ما هو بكلام من عندي. فعلى من تطبقون هذه الأوصاف؟ من هم هؤلاء الخالقون الرازقون إلى سائر الأوصاف الأخرى التي ذكرها القرآن؟ والله سبحانه وتعالى قارن نفسه بهم. من هم هؤلاء؟ هل تعرفون غير محمد وآل محمد؟ هل تعرفون غير الحقيقة المحمدية؟ إذن لماذا طمست حوزة النجف هذه الثقافة الأصيلة؟
لماذا طمسوا عقيدتنا؟ لماذا لم يتحدثوا عنها؟ هم لا يؤمنون بها، بل هم يجهلونها بالضبط. حالهم كحال أبي حنيفة، يقرؤون القرآن من دون تدبر. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ فقراءتهم لا خير فيها، فكيف تتوقعون أن يستنبطوا لكم أحكاما يكون فيها الخير لكم؟ هم يقرؤون بلا تدبر. لو أنهم قرأوا القرآن بتدبر وقرأوا حديث العترة بتدبر لوصلوا إلى هذه الحقائق، ما هي واضحة جلية. فإذا كانوا يقرؤون بلا تدبر أو يقرؤون قراءة سيئة بتدبر خاطئ، فكيف تتوقعون أنهم يستنبطون لكم أحكاما من القرآن ومن حديث العترة بشكل صحيح؟ ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ والقارئ الذي قراءته لا خير فيها هو أيضا قارئ لا خير فيه، فهؤلاء لا خير فيهم، فكيف تتوقعون أن خيرا سيصل إليكم منهم؟ فتاواهم لا خير فيها، رسائلهم العملية لا خير فيها، عقائدهم لا خير فيها، وكلاؤهم لا خير فيهم، أولادهم لا خير فيهم، أصهارهم لا خير فيهم، لأنهم على نفس هذا المنهج. كتبهم لا خير فيها، فضائياتهم لا خير فيها، لأنهم على نفس هذا المنهج. هذه حقائق أو لا؟ والقضية لا تقف عند القرآن. منظومة الأدعية والزيارات وحتى الروايات كلها تصدح وتصدع بهذه الحقائق. هذا دعاء الجوشن، إنه دعاء الجوشن الكبير. إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، قرأت عليكم من القرآن، فعودوا إلى قرآنكم وتتبعوا الآيات التي أشرت إليها، وها أني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان والكتاب في بيوتكم. وهذا هو دعاء الجوشن، إنه دعاء الجوشن الكبير المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله. في المقطع الثاني في أوله: يا سيد السادات. هناك سادات للوجود هو سيدهم، فهل أنا من سادة الوجود حتى أن الله يقارن نفسه بي ويقول من أنه سيد السادات بحسب ما يعلمنا هذا الدعاء الذي جاء عن رسول الله، فيكون سيدا بالقياس إلى سيادتي؟ هل هذا الكلام منطقي؟ الكلام هو الذي كان في القرآن، ما نحن نعرض الحقائق على القرآن، وحقائق القرآن عرضتها بين أيديكم. في المقطع الثاني في أوله: يا سيد السادات. فهناك سادات للوجود، سيدهم هو الله سبحانه وتعالى. المقطع الثالث بكله: يا خير الغافرين، يا خير الفاتحين، يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين، يا خير الذاكرين، يا خير المنزلين، يا خير المحسنين. ما هي هذه الأسماء؟ مر أكثرها علينا في الكتاب الكريم. هذه أدعيتهم، أدعية آل محمد. ألا لعنة على منهج مراجع النجف الذي يضعف هذه الأدعية ويبعث الشك في نفوس الشيعة حولها،
بحسب منهج السيستاني ومنهج الخوئي ومنهج محمد باقر الصادر ومنهج شيخهم مرتضى الأنصاري والذين قبله إلى الطوسي. هذه الحوزة دمرت عقيدة محمد وآل محمد، هذه هي الحقيقة من الآخر. المقطع الثاني في أوله يا سيد السادات، والمقطع الثالث كل الأسماء وعددها 10 أسماء جاءت بهذه الصيغة يا خير الغافرين يا خير الفاتحين. فهؤلاء الغافرون، الفاتحون، الناصرون، الحاكمون، الرازقون، الوارثون، الحامدون، الذاكرون، المنزلون، المحسنون، هم العظام الذين يقارن الله نفسه بهم، وبعد ذلك يصف نفسه بهذه الأوصاف مثلما وصف نفسه في الكتاب الكريم في الآيات التي مرت علينا. نذهب إلى المقطع 27 كله أيضا، يا أحكم الحاكمين، يا أعدل العادلين، يا أصدق الصادقين، يا أطهر الطاهرين، يا أحسن الخالقين، يا أسرع الحاسبين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أشفع الشافعين. الشافعون هم، هل هناك من غيرهم؟ هم الشافعون العظام. يا أشفع الشافعين، يا أكرم الأكرمين، كل هذه الأوصاف تنطبق عليهم. يا أحكم الحاكمين، يا أعدل العادلين، يا أصدق الصادقين، يا أطهر الطاهرين، يا أحسن الخالقين. من هم هؤلاء الطاهرون الذين يقارن الله طهارته بطهارتهم؟ ما هي المعاني؟ واضحة. وبعد ذلك يقولون لكم من أن دم المعصوم نجس، طيح الله عظم من أولهم إلى آخرهم. أتحدث عن مراجع النجف ومراجع منهج النجف، انطيع الله عظم، وهم يتحدثون عن نجاسة دم المعصوم. الله يقارن طهارته بطهارتهم، وهؤلاء الغبران، هؤلاء الطائعين العظ، يكتبون في كتبهم الفقهية وفي فتاواهم من أن دم المعصوم نجس، من طيع الله عظهم وسود الله وجوههم. الله سبحانه وتعالى يقارن طهارته بطهارتهم. يا أطهر الطاهرين، تقرؤون الأدعية أو لا تقرؤون؟ غبران غبران، ما هو اللي يمشي وراء الثور أثور من عنده، واللي يمشي وراء الحمار أحمر من عنده. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ يا أحكم الحاكمين، يا أعدل العادلين، يا أصدق الصادقين، هؤلاء هم. يا أطهر الطاهرين، يا أحسن الخالقين، يا أسرع الحاسبين. حساب الخلق إليكم، فهم الحاسبون والمحاسبون الحقيقيون، إلا أن الله هو الأسرع، هو أسرع الحاسبين. يا أسرع الحاسبين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أشفع الشافعين، يا أكرم الأكرمين. كل الأدعية مشحونة بهذه الأوصاف من المقطع 27 إلى المقطع 33. يا أعظم من كل عظيم، هؤلاء هم العظماء، ما أنا وصفتهم لكم بالخالقين العظام، هذه الأوصاف ما هي من عندي،
من نفس كلماتهم، يا أعظم من كل عظيم. هناك عظماء، الله سبحانه وتعالى يقارن نفسه بهم على لسان رسول الله. هذه كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن أمرنا أن نصف الله بما يصفه المعصوم. هذه أوصاف المعصوم لله. يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا أعلم من كل عليم. الله يقارن علمه بعلمهم، ما هذا في القرآن؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. جعل علمهم كعلمه، ولكن حين المقارنة هو الأعلم لأنه هو الذي علمه. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. آخر آية من سورة الرعد، الآية 43 بعد البسملة، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الشاهد الأول الله، والشاهد الثاني علي، من عنده علم الكتاب، شاهدان لرسول الله، والشاهدان على قضية معينة لا بد أن يكون علمهما واحدا متساويا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. أنا لا أستطيع أن أقف عند كل عنوان وعند كل كلمة من هذا الدعاء الشريف. كل الكلمات تتحدث عن الحقيقة نفسها. هذا هو المقطع 33 من دعاء الجوشن الكبير. يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا أعلم من كل عليم، يا أحكم من كل حكيم، يا أقدم من كل قديم. الحقيقة المحمدية قديمة بالنسبة لنا، لكن الله هو الأقدم، هو الذي خلقها. وإلا فإن الدعاء الشريف لا يقارن بين الله وبين شيء لا وجود له. يا أقدم من كل قديم، هناك قدماء، إنهم الخالقون العظام، الرازقون العظام، هم هؤلاء القدماء، ولكن قدماء بحسبنا، بالقياس إلينا لا بالقياس إلى الله. يا أقدم من كل قديم، يا أكبر من كل كبير، يا ألطف من كل لطيف، يا أجل من كل جليل، يا أعز من كل عزيز. وبالمناسبة هذا المضمون في هذا الدعاء إنما نوجهه إلى الذات المقدسة الأولى عبر وجهه، عبر الإمام المعصوم، وعبر الحقيقة المحمدية. وإلا فإن الذات الأولى هي أقدس وأنزه من أن توصف بهذه الأوصاف مثل ما مر علينا. لكننا نحن الذين نحتاج هذه الألفاظ وهذه التراكيب، فهي شؤون نحتاجها نحن من حاجة الخلق، من الشؤون المخلوقية. وإلا فإنه سبحانه وتعالى أجل وأعظم من أن نخاطبه بهذه الخطابات، وإن كانت من لسان رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن مثلما جاء في مناجاة الذاكرين،
إلهي لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكري إياك، لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكري إياك. يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا أعلم من كل عليم، يا أحكم من كل حكيم، يا أقدم من كل قديم، يا أكبر من كل كبير، يا ألطف من كل لطيف، يا أجل من كل جليل، يا أعز من كل عزيز. ومن المقطع 33 إلى المقطع 39: يا خير المرهوبين، يا خير المرغوبين، يا خير المطلوبين، يا خير المسؤولين، يا خير المقصودين، يا خير المذكورين، يا خير المشكورين، يا خير المحبوبين، يا خير المدعوين، يا خير المستأنسين. الوقت يجري، لا أستطيع أن أقف عند كل اسم من هذه الأسماء، لكنكم تلاحظون الصياغة هي الصياغة. هذا المقطع 39: يا خير المرهوبين، يا خير المرغوبين، يا خير المطلوبين، يا خير المسؤولين، يا خير المقصودين، يا خير المذكورين، يا خير المشكورين، يا خير المحبوبين، يا خير المدعوين، يا خير المستأنسين. فإن الله سبحانه وتعالى يقارن نفسه بعظام يتصفون بهذه الأوصاف. لا أريد أن أكرر الكلام المتقدم لضيق الوقت. ومن المقطع 39 إلى المقطع 45: يا أقرب من كل قريب، يا أحب من كل حبيب، يا أبصر من كل بصير، يا أخبر من كل خبير، يا أشرف من كل شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف. فهل أن الله سبحانه وتعالى يقارن نفسه بكائنات لا وجود لها، أم أنه يقارن نفسه بكائنات يمكن أن يصفها الناس بهذه الأوصاف وهم سيئون، أو أنهم على أحسن حال لكن هذه الأوصاف تكون ضعيفة فيهم كحالي وحالكم، حتى كحال سائر الأنبياء؟ سبحانه وتعالى لا يقارن نفسه إلا بكائنات عظيمة في أعلى الرتب، هي أقرب ما تكون إليه بالضبط، كاسمه الأعظم الأعظم الأعظم، الأعز الأجل الأكرم، الذي خلقه فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره. سبحانه وتعالى يقارن مع كائنات بهذا المستوى. يا أقرب من كل قريب، يا أحب من كل حبيب، يا أبصر من كل بصير، يا أخبر من كل خبير، يا أشرف من كل شريف. أي شريف هذا الذي يقارن الله شرفه به؟ هل هو هذا الشرف العرفي فيما بيننا؟ هل هذا الكلام منطقي؟
يا أشرف من كل شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف. وإلى المقطع الثالث والستين جاء في آخره يا أجود الأجودين، فإن الله سبحانه وتعالى يقارن بين جوده وبين جود أجودين عظام. يا أجود الأجودين، هذا في المقطع الثالث والستين من مقاطع دعاء الجوشن الكبير. وإلى المقطع السادس والثمانين، المقطع السادس والثمانون بتمامه بأسمائه العشرة، يا خير معروف عرف، يا أفضل معبود عبد، يا خير معروف عرف، يا أفضل معبود عبد، يا أجل مشكور شكر، يا أعز مذكور ذكر، يا أعلى محمود حمد، يا أقدم موجود طلب، يا أرفع موصوف وصف، يا أكبر مقصود قصد، يا أكرم مسؤول سئل، يا أشرف محبوب علم. الكلام هو هو، فإن الله سبحانه وتعالى يقارن نفسه مع كائنات عظيمة تتجلى فيها أعظم الأوصاف. من هنا يقول المقطع السادس والثمانون من دعاء الجوشن الكبير يا خير معروف عرف، يا أفضل معبود عبد، يا أجل مشكور شكر، يا أعز مذكور ذكر، يا أعلى محمود حمد، يا أقدم موجود طلب، يا أرفع موصوف وصف، يا أكبر مقصود قصد، يا أكرم مسؤول سئل، يا أشرف محبوب علم. وفي المقطع السابع والثمانين ورد فيه هذان الاسمان، يا أقدر القادرين، يا أعلم العالمين. إنه سبحانه وتعالى يقارن نفسه بقادرين عظام وبعالمين عظام على لسان رسوله صلى الله عليه وآله، فإن الدعاء جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. يا أقدر القادرين، يا أعلم العالمين. وفي المقطع الحادي والتسعين في آخره يا أكرم الكرماء. وفي المقطع الخامس والتسعين بكله بعشرة أسمائه، ففي كل مقطع من مقاطع دعاء الجوشن الكبير هناك عشرة أسماء من أسمائه سبحانه وتعالى. في المقطع الخامس والتسعين يا خير ذاكر ومذكور، يا خير شاكر ومشكور، يا خير حامد ومحمود، يا خير شاهد ومشهود، يا خير داع
ومدعو، يا خير مجيب ومجاب، يا خير مؤنس وأنيس، يا خير صاحب وجليس، يا خير مقصود ومطلوب، يا خير حبيب ومحبوب. سبحانه وتعالى كما قلت لكم لا يقارن نفسه بكائنات لا وجود لها، فإنه لا يقارن نفسه بالعدم، ولا يقارن نفسه بكائنات يمكن أن توصف من قبل الناس بهذه الأوصاف وهي كائنات سيئة، ولا يقارن نفسه بكائنات توصف بهذه الأوصاف وهي كائنات حسنة ممدوحة، لكن هذه الأوصاف تكون ضعيفة عندها، كحالنا كحال بني آدم. أتحدث حتى عن الأنبياء وعن أعظم الأنبياء. سبحانه وتعالى يقارن نفسه بأعظم ما خلق، أعظم ما خلق. الحقيقة المحمدية وما تجلى منها، أعظم مظاهرها محمد وآل محمد. من هنا قارن طهارته بطهارتهم، يا أطهر الطاهرين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا دعاء الجوشن الكبير، حتى إذا أرادوا أن يتحدثوا عن ضعف في سنده فإن المتن يطابق آيات القرآن، فقد قرأت عليكم من آيات القرآن ما يكون دليلا وحجة على أن هذه الأدعية أدعية صحيحة وردت عنهم. والأمر لا يقف عند دعاء الجوشن، لو رجعنا إلى كل الأدعية فإنها مشحونة بهذه الأسماء وهذه الأوصاف، وهذا يدلنا على أن الأدعية مضامينها تدور في فناء محمد وآل محمد. نذهب إلى فاصل. يا من نفذ في كل شيء أمره، يا من لحق بكل شيء علمه، يا من بلغت إلى كل شيء قدرته، يا من لا تحصي العباد نعمه، يا من لا تبلغ الخلائق شكره، يا من لا تدرك الأفهام جلاله، يا من لا تنال الأوهام كنها، يا من العظمة والكبرياء رداؤه، يا من لا ترد العباد قضاء، يا من لا ملك إلا ملكه، يا من لا عطاء إلا عطاؤه، سبحانك يا لا الغافر، يا من له المثل الأعلى، يا من له الصفات العليا، يا من له الآخرة والأولى، يا من له الجنة المأوى، يا من له الآيات الكبرى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من له الحكم والقضاء، يا من له الهواء والفضاء، يا من له العرش والثرى، يا من له السماوات العلى، سبحانك يا إذا أردتم
استزادة وتفصيلا في هذا الموضوع يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج الأمان الأمان يا صاحب الزمان، تحدثت عن هذا الموضوع في الحلقات الأولى، والبرنامج متوفر على الشبكة العنكبوتية. يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات الأولى وتحديدا إلى الحلقة الخامسة. بالنتيجة الحلقات الأولى تدور في هذه المضامين. أدعية الأسماء الحسنى أو التي قد تسمى بأدعية الاسم الأعظم، وربما تسمى أيضا بأدعية السر، بأدعية الأسرار، مشحونة بهذه الصيغ التي قرأت عليكم ما قرأت من القرآن، وقرأت عليكم ما قرأت من دعاء الجوشن الكبير. عدد الأسماء التي وردت في دعاء الجوشن الكبير التي قرأتها عليكم بالصيغ التي أتحدث عنها في هذا البرنامج وصل إلى 75 اسما. عدد الأسماء كلها في دعاء الجوشن يصل إلى 1000 اسم، لكن الأسماء التي بالصيغ التي نتحدث عنها بصيغ المقارنة، من أن الله يقارن نفسه مع كائنات عظيمة من خلقه، وهو الذي أعطاها ما أعطاها وأفاض عليها بما أفاض عليها. عدد الأسماء التي تلوتها عليكم من دعاء الجوشن الكبير يصل إلى 75 اسما، وهذا الأمر يتكرر في سائر الأدعية بشكل خاص في أدعية الأسماء الحسنى، وبشكل عام في كل الأدعية. على سبيل المثال مثلا، هذا الدعاء دعاء إدريس، إنه إدريس النبي، دعاء إدريس النبي، وإنما تسمى الأدعية بهذه الأسماء بسبب واقعة معينة، بسبب جهة منظورة في تسمية الدعاء، مثلما نسمي دعاء كميل، مثلما نسمي دعاء أبي حمزة الثمالي. ودعاء كميل مثلا في الأصل هو دعاء الخضر، وهذا دعاء إدريس. وكل حق في أيدي الناس خرج من علي، هذه حقيقة واضحة في ثقافة العترة الطاهرة. أقرأ عليكم من كتاب المصباح، وهو مصباح الكفعمي، من جوامع الأدعية والزيارات والأوراد والأذكار، كتاب معروف، والطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، الطبعة الثالثة 1983 ميلادي، صفحة 604. إنه دعاء إدريس النبي، وهذا الدعاء من أدعية الأسماء الحسنى ومن أدعية الاسم الأعظم ومن أدعية السر، يشتمل على 40 مقطعا. هو دعاء مركز جدا. جئت به مثالا
على أن الأسماء التي هي بصيغة المقارنة مثلما جاء التعبير القرآني أحسن الخالقين خير الرازقين ليست محصورة بما ورد في القرآن من الأسماء التي ذكرتها لكم، وليست محصورة بالأسماء التي قرأتها عليكم من دعاء الجوشن الكبير. فهناك الكثير من هذه التراكيب ومن هذه الصيغ التي مضمونها وصف لله وفقا لمقارنة فيما بينه وبين كائنات عظيمة من خلقه. ماذا نقرأ في دعاء إدريس النبي؟ وفي أول مقطع من مقاطع هذا الدعاء، قلت لكم عدد مقاطعه 40، في المقطع الأول: سبحانك لا إله إلا أنت يا رب كل شيء ووارثه. هذا المقطع الأول. ننتقل إلى المقطع الثاني: يا إله الآلهة، هنالك آلهة، يا إله الآلهة الرفيع جل جلاله. ثم يبدأ المقطع الثالث: يا الله المحمود في كل فعاله. ثم يأتي المقطع الرابع: يا رحمن كل شيء وراحمه. ثم يأتي المقطع الخامس: يا حيا حين لا حي في ديمومة ملكه وبقائه. ويستمر الدعاء. موطن الشاهد هنا في المقطع الثاني: يا إله الآلهة الرفيعة. الرفيعة صفة لإله. يا إله الآلهة الرفيعة جل جلاله، فهو أحسن الخالقين وهو خير الرازقين. الخالق والرازق يتصف بصفة الألوهية. من هنا يأتي هذا الدعاء: يا إله الآلهة. وقد مر علينا في الكتاب الكريم بحسب تفسيرهم، تتذكرون الآية 51 بعد البسملة من سورة النحل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. قرأت عليكم من تفسير العياشي من الجزء الثاني، قرأت عليكم الرواية عن عمر الطيالسي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، لا تتخذوا إمامين اثنين، إنما هو إله واحد، إنما هو إمام واحد. هذا هو قرآنهم وهذا هو تفسيرهم. والآيات بهذا الصدد وبهذه التعابير وفيرة، والأحاديث كثيرة. أضرب لكم مثالا آخر: ما جاء في سورة الزخرف في الآية 84 بعد البسملة: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله.
وهو الحكيم العليم. هذه الآية 84 بعد البسملة من سورة الزخرف. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. هذا كتاب الاحتجاج وهو من كتبنا المعروفة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، الطبعة التي جمع فيها الجزآن في مجلد واحد. الرواية عن أمير المؤمنين، نحن هكذا بايعنا في بيعة الغدير من أننا نأخذ التفسير من علي فقط. حديث طويل عن أمير المؤمنين في بيان مضامين العديد من الآيات، صفحة 250 فيما يرتبط بهذه الآية. الأمير يقول: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ثم يضيف آية أخرى وقوله: وهو معكم أينما كنتم، وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. وموطن الشاهد في الآية الأولى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ماذا قال الأمير؟ فإنما أراد، أراد الله بذلك، فإنما أراد بذلك استيلاء أمنائه بالقدرة التي ركبها فيهم على جميع خلقه، وأن فعله فعلهم، فالألوهية لهم في الأرض ولهم في السماء بهذا المعنى. هذا ما هو كلامي، هذا كلام أمير المؤمنين. الآية من القرآن والتأويل من علي أمير المؤمنين، وهذا الكتاب من كتبنا. ما هو من كتب النصيرية أو الخطابية أو سائر فرق الضلال؟ فإنما أراد بذلك استيلاء أمنائه، أمناء الله، استيلاء أمنائه بالقدرة التي ركبها فيهم على جميع خلقه، وأن فعله فعلهم. من هم هؤلاء الأمناء؟ هؤلاء الأمناء الذين ذكرهم صاحب الأمر في دعاء شهر رجب: اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك. هؤلاء هم الأمناء الذين يتحدث عنهم أمير المؤمنين ويتحدث الله عنهم فيصفهم بصفة الألوهية. ومن هنا جاء في دعاء إدريس النبي: يا إله الآلهة. ألا تلاحظون أن المضامين كلها في الأدعية، في الروايات، في الآيات، في الأسماء الحسنى، في كل المعطيات التي عندنا، في تفسيرهم لقرآنهم، ترسم لوحة واحدة. تلاحظون هذه الحقيقة أو لا؟ لماذا لم يدرك مراجع النجف هذه الحقيقة؟ لماذا لا يعتقدون بها؟ لماذا علمونا عقائد الضلال؟ كل ذلك يكشف عن منهج أخرق، عن منهج جاءونا به من النواصب. لا أريد أن أقول أكثر من ذلك لأن وقت الحلقة قد طال. تكملة الحديث تأتينا إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد. وصلنا إلى تذكرة البرنامج. البرنامج الذهبي، إنه
برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا كنتم راغبين في إمامكم، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودتي القيمة والقائم صلوات الله عليهما. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.